طيب خليني قبل ما نكمل الحوار مع استاذه ايناس مظهر فيما يخص الاستعدادات الاعلاميه واستعدادات لاستضافه بطوله الامم الافريقيه بشكل عام ناخد او نتواصل مع جمهور النادي الاهلي واللي شارك على هاشتاج جمهوركم معاكم من خلال تويتر وناخد بعض التعليقات الخاصه بجماهير النادي الاهلي قبل المباراه المصريه والصعبه جدا بكل تاكيد امام فريق صن داونز يوم السبت القادم. هبتدي بعبد الله اوزيل واللي قال انا اهلاوي وراسي في السماء عشت للنادي وكنت انا الحمى، وده طبعا يعني كلام حلو جدا. كمان خلود صلاح قالت بس تنادينا تلاقي كون الكون مليان، انت الامل وانت الحياه، معاك يا اهلي. وفي الحقيقه ده شيء مميز جدا من جمهور النادي الاهلي ان هو دايما دايما ورا نادي، وده اللي اتعودنا عليه بشكل كبير جدا. علي احمد هادي قال معاك يا اهلي ان شاء الله الاهلي يفوز. كمان محمد طلعت قال قدها وتعملوها وتخلوا العالم كله يتكلم عليكم يا رجاله، الاعتذار في الملعب، وده شيء ايضا مطلوب جدا باذن الله. النادي الاهلي على اقل تقدير لو ما قدرتش تفوز 5 أو 6-0 اعمل اداء كويس يرد اعتبار النادي الاهلي بعد المنظر السيء في الحقيقه اللي شفناه خلال مباراه صن داونز من جنوب افريقيا. يعني في مشاركات عديده على مدار الحلقه هتناول بعض هذه المشاركات من قبل جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. خليني ارجع على طول للاستاذه ايناس.